السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله كيف ما تتشوفوا معايا في الفيديو هنشارك معكم طريقتي في تحضير كوكيز بالشوفان والزرع. كذلك صراحة الطريقة سهلة وبسيطة يعني ما فيهاش قوة المقادير، ولكن تتعطينا واحد الكوكيز غزال مذاق وقرمشة ما نقولكمش عليها. تنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو، انكم تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الاخبار. انا متاكده الا جربتوه ما غتبقاوش تستغناو عليه. ما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو مباشره للمقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله، اول حاجه المقادير، فاحنا تنحتاجو 300 غرام ديال الشوفان. بالنسبه ليا انا خديت الشوفان اللي تتباع في لي باكي، من احسن انه يكون داك الشوفان رقيق. انا هنا خديت هذا الغليظ، ولكن يعني بالنسبه ليا فراه يعني مزيان، ما يعني ما لقيتش فيه شي مشكل. هنا خديت كاس تاع طحين اللي بنخالته كيف ما تشوفوا معايا، فهو الطحين الكامل يعني تيكون بالنخاله ديالو. وكذلك غادي نضيف نص كاس نتاع السكر، الا كان عندكم السكر الاسمر يعني الاسمر فهو يستحسن، لان لي كوكيز معروفين بالسكر الاسمر. انا هنا ما متوفرش عليا عندي عفوا، وقلت علاش لا، واخا هكذا غادي نستعمل غير السكر العادي. وجا صراحه غزال، درت واحد الرشه نتاع الملح لتعديل الذوق او لتصحيح الذوق. صافي غادي نخلط النواشف كيف ما تتشوفوا معايا هنايا مزيان. من بعد ما تنخلطوا النواشف كامله غادي نضيف هنايا عندي كاس الا روب نتاع الزيت، زيت المائده يعني. انا ضفت كاس الا روب نتاع الزيت، غادي نضيفه على هذاك الشوفان دقيق كذلك. غادي نخلط هنا بواحد السباتول في الاول، ومن بعد غادي ندوز غادي نزول ديك السباتول. يعني ممكن تخلطوا باي حاجه عندكم، ولا ما انكم مباشره تبداو تخلطوا بيديكم. وغادي نعاود نحاول انني نبسبس مزيان داك الشوفان وداك الدقيق مع السكر مع داك الزيت. كيف ما تلاحظوا معايا هنا فانا ما استعملش فيه لا زبده ولا بيض. كاين الناس اللي تيستعملوا الزبده، ولكن هو الزبده ما تعطيش هاد القرمشه كيف ما هي غادي تعطيكم هاد الطريقه هادي نتاع الزيت فقط. وفي الاخير غادي نضيفوا واحد المكون اللي غادي صراحه غادي يعزز لينا هاد الكوكيز. هنايا ضفت كيف ما تتشوفوا معايا واحد الكميه نتاع اللوز، ممكن تضيفوا اللوز القرقاع بالنسبه للمكسرات اللي عندكم متوفره في البيت. هنا عندي الزراره، فانا عندي هنايا الزريعه العاديه، وعندي زريعه الكتان، وعندي كذلك الزريعه نتاع القرعه كيف ما تتشوفوها. صافي غادي نضيفهم من فوق، وكذلك غادي نضيف البيبي شوكولا اولا حبيبات الشوكولا. هاد لي بيبي نتاع الكوكيز اللي ما تيدوبوش لينا كيف ما تعرفوا ضروري منهم، يعني راه ما يمكنش الكوكيز بلا بيبي شوكولا. غادي نخلط مزيان كيف ما تتشوفوا معايا. وكاضافه في الاخير اللي غادي يجمع لنا هاد المكونات كامله، فهو غادي هنايا ضفت بعدا واحد الكيس نتاع الفانيلا. الا كانت عندكم الفانيلا سائله فيستحسن، الا ما كانش فغادي ديروا غير كيس فانيلا. هنا كيف ما قلت لكم غادي نضيف المكون الاخر اللي هو كاس لاروب نتاع الماء. هاد الماء هو اللي غيجمع لنا هاد الشوفان. يعني كيف ما لاحظتوا فاحنا ما درنا لا زبده لا بيض باش نجمعوه، يعني غادي نجمعوه غير بالماء. صدقوني غادي يجي رائع، وغادي تجربوه وغادي تشكروني عليه. صافي هنا غنحاول انني غير غادي نخلط. بغيت نوريكم هنا فاش نضيفوا الماء في الاول، ضروري اننا نخليه واحد المده ديال 10 دقائق يتشرب لنا. شوفوا لي هنايا كيف ما وريتكم، فراه الا بغيتي تجمعيه ما يمكنش يتجمع. غادي نخليه واحد 5 دقائق اولا 10 دقائق يعني تشرب ليا، ومن بعد غادي ندوز غادي يعني بحال غنحاول انني ندعكو شويه مزيان. هنايا راه ما تصوراتليش ديك اللقطه، يعني انا راني داكته شويه مزيان حيت نحاولوا اننا نعجنوه غير باش داك الشوفان وداك الدقيق تيرخي لنا داك النشا اللي فيه، باش يعني تيساعدنا انه يتجمع لينا دغيا وبسهوله. لانه الا جيتو تشوفوا هكذاك في الاول راه ما تيتجمعش نهائيا. هنا من بعد ما يعني سميتو فانا تندوز مباشره تنحاول انني نشكل كريات اللي غادي نحطهم على واحد اللاطه اللي درت فيها بابي كويسون من قبل. شوفوا معايا غيب يعني غيب يديا كيف ما تتشوفوا في الفيديو، فراه باين. تنحاول اننا نشكلوا كريات في الاول حتى تنكمل تقريبا اللاطه اللي عندي كامله، عاد تندوز باش غادي نشكلهم على شكل الكوكيز. صافي تنستمر هكا، تنتمنى في الفيديو انه يعني يكون باين وواضح. فراها ماشي هي الحاجه اللي صعيبه، راه ساهله. غير هما كيف معروف بان الشوفان ما تي يعني ما تيتجمعليش لينا هكاك بسهب، يعني
بسهوله، خصوصا ما فيه لا بيض لا زبده اللي غادي تجمعوا. صافي بهذه الطريقه كيف ما تتشوفوا معايا في لا فيديو، تنحاولوا اننا تنجمعوا غير بيدينا واحد شويه، صافي حتى تبدا تشكل لنا على شكل كره. داكشي علاش قلت لكم في الاول، فراه خصنا نديروا لواحد الكاس الا ربع الماء ونخليوه يتشرب، من بعد تندعكوه غير واحد شويه بحال اللي تنعجنوه شويه في يدينا، ومن بعد عاد تندوزو نشكلوه. تنستمر هكا حتى تنكمل اللاطه اللي عندي كامله. بالنسبه لهاد الكميه اللي عندي، فراه ما عطاتنيش غير لاطه وحده، عطاتني لاطه، وعطاتني تقريبا لاطه ونص، يعني النص الاخر نتاع اللاطه الثانيه. هنا كيف ما تتشوفوا معايا، من بعد ما شكلتهم كريات ممكن نسرحوهم بالمعلقه، وممكن كذلك نسرحوهم غير بيدينا ضروري. هنايا يعني انا ما يمكنش نسرحهم بالمعلقه، فراه ضروري خصني نسرحهم بيديا، لانه تنحتاجو يدينا، لانه كيف ما تتعرفوا هذوك الزرارع ودوك الشوفه انت بداوي، يعني ما تيجيناش من الشكل ديالو مزيان زوين، يعني ضروري ما اننا نقادوه من جنيبات كيف ما تشوفوا، كما يعني كيف ما هو واضح في الفيديو تنبركو عليه. ضروري خصو يكون رقيق الكوكيز، ضروري خصو يكون رقيق، وفي نفس الوقت خاصنا نحاولوا اننا نشكلوه ما يجيش لينا، يعني يجي ما مقادش من الجوانب. تنستمر هكا حتى تنكمل اللاطه اللي عندي. صراحه هذا هو اللي تسميوه السهل الممتنع، يعني راه ما فيهش لا مقادير بزاف لا والو، يعني ما فيهش لا زبده لا بيض لا والو، ولكن هو فيه شويه واحد الصعوبه في يعني في الطريقه نتاع التشكيل ديالو، يعني تيبقى يلتصق في اليد ولا تيبقى يطير، فحاولوا انكم ما امكن انكم تقادوه مزيان، هو دغيا دغيا يعني ما غاديش يخلكم بزاف د الوقت. هنا كيف ما شفتوا معايا، فانا من بعد ما ساليت اللاطه ديالي، هنا كانت الفران راني سخنته مزيان، انا غادي نديرو غير في الفران ديال الغاز، شعلت الفران يعني غنوضع اللاطه من الفوق حتى غتحمر ليا مزيان، وغادي تاخد داك اللون الذهبي، ومن بعد غادي نهبطها لتحت غير باش تحمر من الفوق. تنتمنى ان يعني انني نكون شرحت مزيان في لا فيديو. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجناه من الفرن كيف ما تتشوفوا معايا، صراحه تيجي اكثر من رائع. هنا راه مازال سخون، ما تحاولوش انكم تحيدوه من البابيكويس او من اللاطه وهو مازال سخون، لانه تيتفرتد دغيا. خليوه غير واحد 5 دقائق تيبرد تيشد راسو، صافي تيولي قاصح، واخا تحيدوه ما غاديش يتفرتت معاكم دغيا. صافي هنا غادي نخليه حتى غادي يبرد، ومن بعد غادي ندوز باش انني غادي نقدمه في الصحه والراحه. وهنا من بعد ما برد لينا الكوكيز كيف ما تتشوفوا معايا، ضروري انه ناكلوه واخا مازال سخون، يعني انا ضروري خصنا نذوقوا، والوليدات كذلك راه ما تيستناوش. صافي من بعد تندوز نزول داك الكوكيز كيف ما تتشوفوا معايا من البابي كويسون، كيف ما وريتكم راه تيجي محمر من التحت، تيجي غزال صراحه الريحه ديالو تتسطي، انا متاكده الا جربته غادي من الاعجاب ديالكم. تنستمر هكا حتى تنكمل كيف ما سبق ليا وقلت لكم، راه ما خرجش غير لاطه، راه لاطه ونص، يعني كميه اللي راه كثيره ما شاء الله. تنتمنى هاد لي كوكيز ينالوا الاعجاب ديالكم، اولا هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي وعجبكم لا فيديو، فما تنساونيش في الاشتراك في القناه، وكذلك ما تنساونيش واحد اللايك فضلا وليس امرا، ومن البارطاج مع الحباب والصحاب، والا جربتوا الوصفه ما تنساونيش بالكومنتار زوينين. خليتكم على خير، في امان الله، والى فيديو لاحق ان شاء الله مع وصفات جديده ان شاء الله. تنقول لكم سلامه.